مساكم الله بالخير وحياكم مشاهدي أكشن. وصلتني عدة استفسارات عن الكابتن سارة، وحابة أن أنا أوضح معلومة للمرة الأخيرة أنه الكابتن سارة انتقلت للسيتي ومن يوم الأحد الماضي. أطلع العناوين: جدة يونايتد ينتصر على السيتي، ما لها إلا نسوانها، ومباراة مثيرة تنتهي بماعة الشوش، ورئيسة جدة يونايتد في تصريح ناري: عسكرنا للمباراة في كوافير. ومباراة دورية انتصرت جدة يونايتد بهدف نظيف على جدة سيتي. واو واو الله، مرة مرة نايف، مرة كيوت هالحركة. اوه نوني نوني جت الكرة. اوه جول نوني جول. بعد المباراة صرحت رئيسة جدة يونايتد انه المنافسة مع السيتي انتهت، وانهم كانوا في معسكر الفريق، كانوا في كفيرة حيث تم عمل المناكير وبذكير لزوم الكشف، وانهم تخلوا على المباراة كأنهم بعرس. تعليقك أميرة. مساء الخير. اولا الفقرة 15 تقسيم باء في السطر الاول من الصفحة الاولى من نظام الاتحاد تنص على منع دخول اللاعبة بمناكير، وفي بيان اصدرته رئيسة السيتي بأنها وأثناء مرورها على الكوافيرة بالمصادفة شاهدت الحكم مع لاعبات اليونايتد في الكوافير، وهذا ما يفسر تجاهلها لضربة الجزاء، وبأنها تملك CD رفعته للجنة الانضباط. فيه فيديو يظهرن لاعبات اليونايتد وهن يضعن المناكير بين الشوطين على بنش الاحتياط. السؤال الآن زميلتي سمر، ماذا ستفعل رئيسة لجنة الانضباط وهي أمام محك حقيقي مو بقراطيس؟ طبعا أعزائي المشاهدين، الزميلة أميرة تعبر عن رأيها الشخصي ووجهة نظرها وليس وجهة نظر البرنامج. وأنا أستغرب حقيقة من الحكم كيف سمحت لها بالمشاركة، يا لكن أميرة. على ما يبدو ضعف شخصية وجهل الاتحاد. يا أميرة اقطع الصوت، اقطع الصوت.